حضر السيد عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية افتتاح أعمال الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، حيث تأتي هذه أهمية تلك الدورة بتولي المفوض السامي لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشلي ولايتها الجديدة. أعرب مساعد وزير الخارجية عن تطلعه للعمل البناء والمثمر مع مكتب مفوضية حقوق الإنسان من أجل خلق شراكة استراتيجية ناجحة وتفعيل آليات التعاون الفني والتقني وتحقيق الأهداف المشتركة في تطوير وتعزيز حقوق الإنسان على كافة الأصعدة، مع تثمين وتقدير دور مجلس حقوق الإنسان وآلياته وأهمية الاستفادة من خبرات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات والحقوق. أكد سعادة مساعد وزير الخارجية أن احترام حقوق الإنسان وكرامته يمثل نهجا استراتيجيا ثابتا في إطار المسيرة الإصلاحية المتواصلة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، موضحا بأن مملكة البحرين أصبحت لؤلؤة الحرية وحقوق الإنسان ونموذجا في المنطقة لما حققته من إنجازات كبيرة ومبادرات نوعية متميزة. ويمكن على سبيل المثال لا الحصر بيان ما تنفقه المملكة على الخدمات الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية، قد فاق ما نسبته 35% من إجمالي الإنفاق في المملكة، بالإضافة إلى إلزامية ومجانية التعليم الأساسي في كل مراحله، قاضية بذلك على الأمية بشكل تام. أشار سعادته إلى أن مملكة البحرين تعمل على تنفيذ مبادرات وبرامج إعلامية وتعليمية وتربوية متنوعة لتعزيز قيم التسامح والوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين جميع الناس والأديان والمذاهب والثقافات والحضارات، وجهود محاربة وتجريم التحريض على الكراهية والطائفية والعنف والإرهاب والتطرف العنيف في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والمقروءة والمنابر الثقافية والدينية وفقا للدستور والقوانين ذات الصلة بما يتوافق مع المواثيق والمعايير الدولية دون المساس بالقيم الحضارية والدينية.